النهارده طلع موضوع غريب جدا واثير كده مره واحده، ان في 6 حالات ايجابيه في المنشطات، 6 حالات ايجابيه في الرياضه المصريه، وناس قالت ان هم في الدوري المصري. ف معايا الدكتور حازم خميس رئيس الوكاله المصريه لمكافحه المنشطات عشان يوضح لنا ايه الحقيقه. دكتور حازم مساء الخير. مساء الخير يا كابتن. يعني طبعا برحب بيك في برنامج الريمونتادا، وعايز اسالك يعني النهارده حصل يعني او اثير ضجه كبيره جدا حول ان في 6 لعيبه في الدوري المصري عينت منشطاتهم ايجابيه، هل ده صحيح ولا ده خبر غير صحيح؟ لا، خبر غير صحيح. يا حد كان بيسالني ان في ناس لعيبه واخدين منشطات، فقلت له ده في اكتر من 6 لعيبه، فافتكر انهم كلهم دوري. اوكي، احنا عندنا المنشطات اللي في الدوري 2 والباقي كله في لعبات اخرى. اوكي، بس حضرتك ما تقدرش تكشف عن الاسامي او هويه اللعيبه اللي عيناتهم ظهرت ايجابيه الى ان تخبر او تخاطب انديتهم طبعا. لا، هو حضرتك انت عارف الاجراء، اول حاجه بيتبعت للاتحاد بتاع اللعبه واللعيب. اللعيب بيتقال له انك انت وجد منشطات والمنشط اسمه كذا وبتاريخ كذا. الاجراءات، اللعيب يقبل الايقاف المؤقت لحين انتهاء التحقيقات، صحيح، او يرفض ويتوجه الى لجنه الاستماع في المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات، او يطلب اعاده العينه، تحليل العينه، لان اي عينه بتبقى مقسومه هي نفس العينه باسم A و B. يطلب تحليل العينه دي على نفقته في معمل المنشطات في برشلونه، ويقدر يبعت محامي، يبعت دكتور من عنده، وهكذا. لو جه لجنه الاستماع يقدر يعرض هو خد الماده دي ليه؟ قد يكون لسبب طبي، والدكاتره بتاعته تثبت ان ده كان سبب طبي. لجنه الاستماع في المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات دي لجنه مستقله يراسها احد القضاه، اقتنع يبقى اكيد ما في حاجه ما حصلتش. ما اقتنعتش بتديله عقوبه، لجنه العقوبات بتديله عقوبه، يقدر يتظلم امام الابيل او لجنه التظلمات حال المحكمة الرياضية الدولية. دي الإجراءات اللي بتتخذ مع أي لعيب يثبت تعاطيه منشطات. بس أنت دكتور، أنتوا بلغتوا اللعيبة أوريدي عشان ياخدوا الإجراءات دي ولا لسه؟ لا، اتبعت جواب لاتحاد كرة القدم وللعيبة اللي عندها منشطات، بيبعت لها مباشرة خطاب رسمي من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات. اوكي، طب عايز اسال حضرتك، اخد حضرتك لموضوع تاني، لان انا عرفت ان حضرتك يعني تخصصك قلب، صح ولا لا؟ انا استاذ امراض القلب. طبعا. عايز اعرف، انت عارف حضرتك في كذا حاله دلوقتي عندنا، منهم طبعا بدر بنون لاعب النادي الاهلي، اللي قالوا ان جاله، هو زي ما حضرتك عارف، هو جاله كوفيد 19، جاله كورونا، وقالوا ان هو لازم يبتعد عن الملاعب ل5 أو 6 أسابيع بسبب ان قلبه اتأثر بشكل معين من الكورونا. عايز اعرف مدى، مش طبعا مش بسألك عن الحالة الشخصية لبدر، ولكن بسألك هل فعلا الكورونا ممكن تأثر على القلب ولا تأثيرها الأكبر على الرئة فقط؟ الكورونا دي مرض غريب جدا. بيشتغل على مادة أو على حاجة اسمها الاندوثيليوم. إيه الاندوثيليوم ده؟ الاندوثيليوم ده الغشاء المبطن للحجرات والشرايين. دي القصه الاساسيه. اول ما هذه الغشاء المبطنه ده اللي هو الاندوثيليوم موجود في الرئه، موجود في القلب، موجود في الشرايين، موجود في المخ، كل واحد وبخته بقى، ان الفيروس ده ضرب اني اندوثيليوم. لو ضرب اندوثيليوم عضله القلب بيحصل حاجه اسمها التهاب في عضله القلب، او التهاب في الغشاء التموري، او التهاب في شرايين القلب، قد يؤدي الى جلطه في الشرايين التاجية، أو جلطة في الشريان الرئوي، أو جلطة في الأوردة الأوردة الرئوية أو الأوردة الرئيسية في جميع أجزاء الجسم. يعني مش زي ما احنا فاكرين إن هو بيأتاك الرئة بس. لا، بالعكس. أنت عندنا النهاردة يعني دخلت لنا واحدة المستشفى عندها نزيف في المخ. يا ساتر. خد يعني في شابة صغيرة حاجة و20 سنة ضرب النسيج داخل حجرة من حجرات المخ. بسبب الكورونا؟ بسبب الكورونا. ما هو بيضرب النسيج اللي هو الاندوثيليوم ده المبطن لكل حته فيها شرايين او اورده. فكل واحد وبخته بقى. الغالبيه العظمى من الاصابات كانت اصابات في الرئه، في
في شرايين الرئه مش في خلايا الرئه بس، في الشعيرات الدمويه الصغيره للرئه. فعشان كده اللي بتبقى اصابتهم جامده يعني بيحصل لهم جلطات في شريان الرئه، ودايما كل الناس دلوقتي بتعمل ايه؟ دي دايمر دي دايمر دي دايمر، دي الماده اللي بتثبت ان هناك زياده في معدل التجلط في جسم المصاب بكوفيد 19. دكتور حازم خميس، رئيس قسم جمعيه مكافحه، رئيس الوكاله المصريه لمكافحه المنشطات، بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا.